صباح أحد صادف 18 من مايو من العام 2000 في حدود 8 صباحا، كانت الحركة قليلة في شارع بلجيكا. هي الحالة كذلك في طنجة صباحات العطل. تسكن ماريا في عمارة بشارع سان فرانسيسكو منذ عدة سنوات، وتعمل سكرتيرة في شركة كبرى مقرها المنطقة الحرة. قررت ذاك الصباح الربيعي أن تتناول فطورها في مقهى بشارع باستور. كانت على موعد مع صديقتيها ليلى التي تعمل ممرضة في مصحة خاصة، وسعاد التي تعمل في شركة للإيراد والتصدير. توقفت ماريا التي تشارف الأربعين عند شباك أوتوماتيكي لإحدى الوكالات البنكية في شارع بلجيكا. التفتت ذات اليمين وذات الشمال ثم تقدمت نحو الشباك. أدخلت بطاقتها ثم ركبت عدد المبلغ الذي تريد سحبه. كان الشارع خال من المارة، كذلك بدا لها. أخرج الموزع الآلي بضعة أوراق نقدية من فئة 100 درهم. تناولتها بعد أن استعادت بطاقتها، ثم أخرجت من حقيبتها اليدوية حافظة الأوراق لتودعها ذاك المبلغ. في تلك اللحظة خرج من حيث لا تدري شخص خطف منها حافظة النقود. كان يرتدي معطفا رياضيا أحمر وسروالا أزرق وينتعل حذاء رياضيا. جرت وراءه تصرخ. انعطف إلى شارع فاس وأطلق ساقيه للريح. توقفت ماريا عند تقاطع شارع فاس والمكسيك. رأته يبتعد. ما لم تنتبه إليها أن شابين على متن دراجة نارية كانا يلاحقانه. تجاوز سوق الرمل ودخل شارع موسى بن نصير، ثم عاد إلى شارع هولندا. كاد يمسكان به لما دخل دروب حي المصلى. عاد الشابان إلى شارع المكسيك. كانت ماريا قد مضت إلى ذلك المقهى حيث كانت صديقتاها في الانتظار. قبل أن تتناولنا الفطور ذهبنا إلى مركز الشرطة المداوم وأبلغت ماريا بما تعرضت له. بالنسبة لأحد الشابين اللذين لاحق السارق على متن الدراجة النارية، فإنه لن يخطئ وجه اللص إن هو صادفه مرة أخرى. كان ذلك الشاب واسمه المهدي يعمل في شركة للحراسة. يومها كان على موعد على رحلة إلى القصر الصغير مع صديقه عبد العالي الذي يملك محلا للنجارة. في ذلك اليوم عاود الحديث عن تلك الواقعة أكثر من مرة. بعد 3 أيام كان المهدي مارا بشارع المكسيك. في المساء يكتظ الشارع بالمتسوقات خاصة. في ركن حيث يلتقي شارع المصلى بشارع المكسيك يقف عدد من الأولاد يافعين ومراهقين ومن هم فوق العشرين. منهم من يتحرش بالفتيات ومنهم من يترصد شيئا ما. تجاوزهم المهدي ببضع خطوات، وقبل أن يبلغ محل بائع تشورو لفت انتباهه شاب يرتدي معطفا رياضيا بنفس لون القميص الذي كان يرتديه ذاك الذي لاحقاه صباح ذاك الأحد. كان يقف عند باب دكان يبيع الأحذية النسوية. توقف المهدي. كانت مجموعة من النساء تقفن عند واجهة ذاك الدكان. نظر جهته. لا يخامره أدنى شك في أنه هو نفس ذاك اللص. قرر أن يراقبه. مر إلى الرصيف المقابل. اللص واقف أمامه. تقدمت امرأة إلى باب الدكان. كانت تعلق على كتفها حقيبتها اليدوية. تستكشف ما بداخل الدكان. قبل أن تطأ قدماها العتبة رأى المهدي اللص يتقدم، يقترب منها ويدخل يده في الحقيبة. في لمح البصر انصرف بخطى ثابتة وفي يده ما سرقه من تلك المرأة، لعله هاتفها المحمول. دخلت إلى الدكان دون أن تنتبه. كان المهدي من الرصيف المقابل يتابع اللص. في الزاوية حيث تلتقي زنقة المصلى بشارع المكسيك ينتظره 3 شبان. سلم أحدهم ما سرقه من تلك المرأة. كانوا من أولئك الذين يلازمون تلك الزاوية. ثم عاد اللص ذو المعطف الرياضي إلى مكانه. بصر برجل كهل يمشي الهوينة. كان معطفه مفتوحا. تبعه وبلا تردد أدخل يده في جيب المعطف. التفت الرجل
وكأنه أحس بشيء ما. تجاوزه اللص وواصل الرجل طريقه. تبين للمهدي أنها عصابة من اللصوص تتخذ من شارع المكسيك مكانا، ثم أسفل الشارع في مكان من الرصيف يضيق بالمرة بسبب احتلاله من قبل باعة متجولين، سمع صراخ امرأة أو فتاة. رأى المهدي عددا من أولئك الذين يتربصون في زاوية زنقة المصلى يهرولون. اللص ذو المعطف الرياضي الأحمر يجري هاربا. بدأوا يصرخون وهم يتظاهرون بملاحقته: لص لص أمسكوه. في لحظة ما صار هو نفسه يصرخ مثلهم: لص لص. ثم اختفت المجموعة. من بعيد تسمع صافرة شرطي المرور. ثم ظهرت فتاة تبكي. علم المهدي أنه سرق منها حافظة نقودها. ثم ظهر رجل لا ينقصه الوقار، نصحها بالذهاب إلى الكوميسارية لتسجيل شكايتها. عرض عليها أن يرافقها، كان إصراره غريبا. تخلصت منه ومضت إلى حال سبيلها. مرت دورية للشرطة على متن سيارة كبيرة. كان الباعة المتجولون يتابعونها وهي تمر، ثم ما لبثت أن اختفت في الزحام. تحرك المهدي يريد إلى ساحة النجمة. كان على موعد مع صديقه عبد العالي. كان وهو يسلك زنقة المتنبي يفكر في كل تلك الوقائع التي تلاحقت تحت أنظاره، وفي ذلك الوقت الوجيز الذي أمضاه في شارع المكسيك. صيدهم يشبه طريقة الصيد لدى الذئاب. ثم وهو يسلك شارع موسى بن نصير في اتجاه شارع محمد الخامس، أحس وكأن أحدا يراقبه أو يتقفى أثره. ثم أحس به قريبا منه. التفت، وجد نفسه وجها لوجه مع ذلك اللص. دفع به إلى الجدار، باغته. هم المهدي بصده ولكنه لمح في يده سكينا. نظر إليه اللص وقال له: إن عدت إلى مراقبتي قتلتك. قال تلك الكلمات ثم عاد من حيث أتى. لعل المرة لم ينتبه إلى ما حدث. وصل طريقه إلى ساحة النجمة، كان متوترا. قبل أن يسأله صديقه حكى له كل الذي شاهده وعن التهديد بالقتل الذي تلقاه من اللص إياه. اتفق على إبلاغ الشرطة. كان المهدي يعلم أن ما سيبلغ عنها يحتاج إلى دليل. فكر في الإحالة على ما تعرضت له ماريا وما عاينه في شارع المكسيك. كان لعبد العالي قريب ضابط في الشرطة، زاره بعدما وضع المهدي شكايته. استقر الرأي على الإيقاع بتلك الشبكة. كان على المهدي أن يقوم مقام الطعم. وفق ما أبلغ به فإن مجرد ظهوره في شارع المكسيك وتظاهره بمراقبة تحركات أفراد تلك الشبكة سيثير ردة فعلهم. كان الضابط قد رتب بتنسيق مع رؤسائه التدخل فور تحرك أفراد تلك الشبكة. وقف المهدي في الزاوية المقابلة لتلك التي يلازمها رفاق ذلك اللص، يعلم أنهم يراقبونه. في الجانب المقابل وقف عبد العالي وقريبه ضابط الشرطة، وغير بعيد في سيارة مموهة أربعة من رجال الأمن. بعد 10 دقائق تقدم يافع إلى المهدي. كانت في يده علبتان من السجائر المهربة. عرضها عليه. رد المهدي بأنه لا يدخن، وبشكل مفاجئ أدخل ذلك المراهق قصير القامة يديه في جيب معطف المهدي وكأنه يريد أن يفتشه. كان استفزازا لا يطاق. أمسكه المهدي بيده وجره إليه، وما أن استوى في متناول يده الأخرى حتى صفعه صفعة استوقفت عددا ممن كانوا يمرون من هناك. وعلى التو تحرك الذين كانوا في الزاوية المقابلة وتحلقوا. بدأوا يعيبون عليه ضربه لذاك الفتى. تقدم عبد العالي وصار واحدا من المتحلقين. ثم جاء أحدهم يشق لنفسه طريقا وسط الجمع. لم يكن سوى ذلك اللص الذي هدده بالقتل. يومها لم يكن يرتدي ذاك القميص الرياضي الأحمر. لما بلغه أمسك به من عنقه. كان يريد أن يجره إلى ذلك الزقاق الضيق الذي يمضي موازيا لشارع المكسيك. في تلك اللحظات بالذات وصل الضابط ومعه رجال الأمن الأربعة. أمسكوا باللص بينما تفرق آخرون.
أدرك أحد رجال الأمن ذلك الذي كان يبيع السجائر وأمسك به. نقل الجميع إلى مركز الشرطة. كان اللص يقسم أنه لم يسرق أحدا أبدا، وكان ما في السجل من شكايات يؤكد العكس. في مكتب منعزل تم الاستماع إلى ذاك الهزيل القصير الذي يبيع السجائر المهربة. تم تهويل ما ينتظره من غرامات وعقوبات بسبب تجاره في السجائر المهربة، وسرعان ما نطق وفكت عقدة لسانه. علموا منها أن ذاك الذي يجري استجوابه في المكتب المجاور واسمه فريد كان عنصرا أساسيا في تلك الشبكة التي تنشط بشارع المكسيك وتصطاد ضحاياها من النساء والفتيات خاصة. كانوا 10 أفراد تتراوح أعمارهم بين 16 و25، وقد أدت اعترافات فريد إلى الوصول إليهم. كانوا يأتون من حومة الحداد ومن المصلى ومن السواني، جلهم مدمنون على المخدرات، وكانوا يصرفون ما يسرقونه في شرائها. اعترفوا تباعا بكل عمليات السرقة التي قاموا بها، وكان مسرحها الرئيس شارع المكسيك. كانت المفاجأة الأكبر التي كشفها التحقيق مع هؤلاء أنهم كانوا يتقاسمون الأدوار بين سارق وجوقة تتظاهر بالملاحقة وآخرين يواسون الضحية. قناة تمو دابي.